السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الثالث؟ يلا يا أبطال يا حلوين، نبلش اليوم بآخر درسين في كتاب الرياضيات خلص، وكثير درسين سهلات وكثير بسيطات. الدرس الأول تمثيل البيانات بالصور. تمام، البيانات وتمثيلها بالصور. يلا خذوا نفس، اهدأوا، استرخوا، ويلا خلينا نبلش. اطلع هون في السؤال الأول، الفاكهة عندي هون تفاح، تفاحتين، 3 4، و3 موزات، و4 أجاصات، وإيه، و6 حبات فراولة، صح؟ يلا طلعنا نكمل الجدول. قد عندي تفاح؟ عندي 4. قد عندي أجاص؟ 4. قد عندي حبايبي هون ال3 اللي هو ماوس، اكتب هون ماوس. والفراولة قد عندك؟ 6. حط هون 6. قد عدد حبات الفواكه جميعها؟ قديش كم حبة فاكهة عندي؟ بتقول 4 زائد 4 زائد 3 زائد 6. كده بيطلع 4 زائد 4 8 زائد 3 11 زائد 6 7 17. هتطلع 17 حبة. نشوف السؤال التاني، يلا نكمل مع بعض. كثير سهلة حبايبي، هاي وحدة الصف الأول. هتشوف قديش الأمور هون سهلة وبسيطة. طلعوا مع بعض. يلا الحليب مفيد لصحتنا. شربت منى، قديش شربت منى؟ 2 كوب من الحليب. شرب عوني، تمام، 3 أكواب من الحليب. هاي عوني، آسف، شايفين ما تخربطوش زيي. عوني قديش شرب؟ كوب واحد من الحليب. شرب الأطفال الثلاث، قديش شربوا ال3؟ منى وسمر وعوني 1 2 3 4 5 6. إذن 6 أكواب من مين؟ من الحليب. طلع مع بعض على 3. هيا هون 3 مع بعض. يلا نطلع مع بعض على سؤال 3. ذهب أيمن صاحب مطعم الأمانة إلى سوق السمك في غزة واشترى 4 أصناف من السمك في كتل مختلفة، سردين وبوري وسلطان إبراهيم والمشط، كل واحدة اشترى منها كل إشي. السردين قد اشترى من السردين؟ 9. هي هون حط شو؟ 9. طيب والبوري قد اشترى من البوري؟ 12. هاي البوري قد ايه؟ 12. وسلطان ابراهيم قد اشترى سلطان ابراهيم؟ 20. هاي سلطان ابراهيم بحط هون 20. والمشط قد اشترى من المشط؟ هلا اول مرة بسمع انواع السمك هاي. المشط قد اشترى؟ 10. اكمل الجدول واجيب عما يلي اعتمادا على الجدول السابق. ما نوع السمك الذي اشتراه وكان له أكبر كتلة؟ أنو أكبر يا حبايبي كتلة هون اللي هي ال20. شو اسمه هذا اللي اسمه سلطان إبراهيم؟ هيول الزهري. ال20 اللي اسمه سلطان إبراهيم. كتلة ما اشتراه أيمن من الأصناف ال4 من السمك بالكيلوغرام، اللي هن الأصناف ال4 كلهم من الكيلوغرام، 9 زائد 12، 21. و20، 41، و10، 51. كيف جمعتهم؟ اجمعهم عمودي. 20 و10، 30، و12، 42، و9، 51 كيلوغرام. إذا كان ثمن الكيلوغرام من المشط 10 دنانير، كم دينارا يدفع لشراء 3 كيلوغرام من النوع نفسه؟ إذا سعره 10 حبايبي واشترى 3، إذا 10 ضرب 3 30. مش فاهم شو الفرق، ما هو ما عطاكوش الصعب ضرب. طيب تمام، يعني 10 و10 و10 30، هيك المعنى. مش فاهم شو مبدأها. طيب سؤال 4، سأل المعلم طلبة الصف عن وجبة الإفطار اللي أكلوها كل صبح، فكانت إجابتهم على النحو الآتي: الفلافل ميكلينو 10، عشان هيك الطلاب مسطلين. الزعتر والزيت 11، الحليب والجبن 8. تمام، وجيب عما يأتي. عدد الطلبة اللي تناولوا الحليب والجبن، قديش اللي أكلوا الحليب والجبن؟ شربوا الحليب وأكلوا الجبن 8. بحط 8 طلاب. طب نوع الوجبة التي تناولها أكبر عدد من الطلاب، شو أكلوا أكثر إشي؟ زعتر وزيت. هي 11، بحط هون زعتر وزيت. عدد طلبة الصف جميعهم قد عدد طلبة الصف؟ بأجمعها هذول 10 و11 و18 اللي هم بيطلعوا 29، بحط هون 29. عدد الطلبة الذين لم يتناولوا الفلافل، ما أكلوش فلافل. كم واحد ما أكلش فلافل؟ اصحك تقول 10، هذول أكلوه. اللي ما أكلوش اللي هم ال 11 والثمانية حط عليها كثير مهمة، هاي 11 و8 19. 19 حط على دال مهم جدا، واسعك تروح على الامتحان انت مش دارسها بلاش ما تخربط فيها. طيب 5، فصل الشتاء. يمثل الجدول الآتي عدد المظلات اللي باعها محلات عديدة يوم الأحد في يوم ماطر. اسم المحل هذول كل واحد قد يباع فيهم. طيب نشوف مع بعض. شو صار في هالمحلات؟ طلع يا أبطال يا حلوين هون، يلا. القناعة قد باع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مظلات. الأمانة قد باعت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وكمان 10 تحت 20. قد الصدقة باع 1 2 3 4 5 6 7 8، كمان 10 باع. والنزاهة باع 1 2 3 4 5 6، هاي 6. كذا عدد المظلات يا أبطال يا حلوين اللي باعها محل الأمانة. الأمانة هذا هو قد باع 20 مظلة. كذا عدد المظلات اللي باعها محل النزاهة. قد باع النزاهة؟ هاي النزاهة هون 6 مظلات. عدد المظلات التي باعتها المحلات جميعها قد باع عن كلهن اجمعهم. يلا 20 و10 30 و6 36 و9 يا حبايبي 45. 45 مظل، صح ولا لأ؟ صح 100%. جرب اجمعها وبتطلع مع 45 مظل. طيب وفكر، إذا سعر المظلة في محل الأمانة دينارين وسعر كل 3 مظلات في محل النزاهة 4 دنانير، أي المحلين حصل على مبلغ أكبر من بيع المظلات؟ طيب مش فاهم يعني ليش هيك في شي. طيب أنتوا ما أخدتوا الضرب، مش قادر أفهم شو النقطة اللي بيجيبوها في وفكر زي هيك. طيب ما علينا، خلاص نسيكم من وفكر، هاد حطوه بالمزبلة. طيب 6، طلعوا مع بعض. هاي 6. سأل معلم بعض الطلاب عن نوع الرياضة المفضلة لديهم فأجابوا 8 بيحبوا الفوتبول. هاي 8. بدك ترسم ايه أولاد زي هاد شايفينه، هاي ولد و2 و3 و4 وهي 5 وهي 6 وهي 7 وهي 8. هذول اللي بيلعبوا شو؟ كرة القدم. و5 بيحبوا لعبة الريشة. قد ايه بيحبوا الريشة؟ 5. هي 1 وهي 2 وهي 3 وهي 4 وهي 5. وتنس الطاولة قد ايه بيلعبوها؟ 3. هاي 3. عدد الطلاب الذين سألهم المعلمة، كم واحد سأل؟ سأل يا حبايبي المجموع اللي هما 5 8. هما هاي 8 الأوالة وال5 وال3 هاي 8 زائد 5 زائد 3 بيطلعوا 16. جرب اجمعهم بيطلعوا 16. سؤال 7 يا أبطال. في عيد ميلاده أشعل الأمير 6 شمعات، وأشعلت فتحية 8 شمعات، وأشعل أيوب 10 شمعات، وأشعلت سعاد 4 شمعات. أكمل الفراغ في الجدول الآتي بحيث الشمعة يمثل شمعتين. دير بالك كل واحدة زي هاي بتمثل شمعتين. سعاد قد ايه عندها 4، شو حطينا؟ شمعتين. طيب أمير قد ايه عند أمير؟ أمير 6. هاي أمير نحطه بلون تاني. أمير 6 شمعات، كل واحدة زي هاي بتمثل 2، يعني هاي شمعة وهاي شمعتين وهاي 3 شمعات. ليش بس 3؟ لأن كل واحدة عن 2، يعني 2 و4 و6. فتحية قد ايه عندها يا حبايبي يا حلوين؟ فتحية 8 شمعات، يعني 4. هاي هون هاي 1 وهي 2 وهي 3 وهي 4. هاي فتحية. وأيوب ما هو عنده 10، لازم يكون عنده 5. هاي 5 100%. طيب عدد القصص قد عدد القصص يا حبايبي؟ هون يا أبطال يا حيوان يا حبايبي يا حلوين، القصص قد قصينت بالصور هون. طيب هون يا حبايبي عندي شمعات هم 4، عدد القصص يعني قد عملنا هون شمعتين وهون 3 شمعات، وهون عنا يا حبايبي 3، وهون عنا 5. طيب ليش هيك عملنا على عدد الصور؟ هيك المعنى حسب كل مرة شو بطلب بالجدول. 8 يمثل الجدول الآتي عدد المعالم الأثرية في بعض المدن الفلسطينية لو مثل الرمز معلمين أثريين. يلا بدنا نشوف الشكل، كل واحدة رسمة بمعلمين، يعني كل واحدة عن 2، هيك المعنى. يلا اطلعوا معي. يلا اعتمادا على الجدول أجيب عما يلي. عدد المعالم الأثرية في مدينة أريحة. يلا أريحة كم من واحدة عندها؟ هي 2، هي 4، هي 6، هي 8، هي 10. ليش عدينا 2؟ لأن كل صورة ب2، 10 معالم أثرية. طب دايما لا، هذا هو بيقول لك إياه في السؤال. عدد المعالم الأثرية في مدينة الخليل قد إيه؟ في الخليل 2 4، إذا 4 معالم أثرية بهاي الطريقة. وهيك يا أبطال يا حلوين بنكون خلصنا الدرس هذا، يعني درس كمان كتير سهل وبسيط. بنشوفكم إن شاء الله في درس قادم، إلى اللقاء.